من المواضيع اللي بنعملها. كمان يا ريت يا شباب لو تحط لنا، لو عندكم اي استفسار او اي تعليق عن مردود الصفحة او الشغل اللي بنعمله على الصفحة، ريت تحطوه في كومنت او في بوست جديد على الصفحة علشان نقدر نصلح الاخطاء دي بمناسبة السنة الجديدة. وان شاء الله يا رب تكون سنة خير علينا كلنا ان شاء الله. طيب اول حاجة هنروح على موقع www.socialland.net، هو ده الموقع اللي هنستعمله في اننا نبعت رسائل نصية قصيرة. زي ما انتم شايفين كده في الواجهة بتاعته، الموقع ده شبه موقع تاني اللي احنا كلنا عارفينه اللي هو الفيسبوك. هو ده سكريبت زي سكريبت الفيسبوك، بس الموقع ده فيه ميزة انه بيعطيك فري اس ام اس لجميع دول العالم مجانا وبسرعة خيالية، يعني انت تبعت رسالة من هنا وهي توصل من هنا. ان شاء الله يعجبكم الموقع وتستفيدوا منه ان شاء الله. طيب اول حاجة نبدأ بالشرح، هنكتب الاسم هنا بعد كده هنختار اليوزر نيم، بعد كده هنحط الايميل بتاعنا، نحط الباسورد ونضغط على سيني اب. بعد كده هنختار البيرث داي، هنختار نملأ البيانات، مش مهم البيانات تكون صح بس اي بيانات ممكن نستعملها. اختار اللوكيشن ايجيبت، لا طب هنختار تونسيا بما اني انا دلوقتي متواجد في تونس. اختار الفوتو الصورة دي، بعد كده هضغط على اس في ال زد، يعني هتعيد الكود اللي هيظهر لك في الكابتشا، تضغط على كونتينيو. استنى شوية، طب دلوقتي في رسالة تفعيل اتبعتت للايميل بتاعنا، هنفتح الايميل بتاعنا ونفعل الحساب. انا فتح موقع على انا فتح حساب على الموقع ده، بس مش مشكلة انا فتحت الحساب ده ان شاء الله عشان اشرح لكم الطريقة كاملة. بعد كده هنعمل لوجن هنا، عادي جدا يعني زي ما بنسجل في اي موقع تاني بنسجل في الموقع ده. طب من الشاشة البرانية للموقع بتشوفوا انه في شبه كبير بين الموقع ده والفيسبوك. هنروح وهغير اللغة من تحت عشان نعرف نستعمل. طب مش مشكلة، هنسيب اللغة دي، هنسيب اللغة زي ما هي انجليش، وهنروح على send free sms، هنضغط على get instant access now it's free، نضغط عليها، نختار الكونتري بتاعتنا، لو انت من مصر هتختار ايجيبت، وتحط رقم الموبايل بتاعك هنا والايميل بتاعك، وتعيد الرقم ده الموجود هنا نفس الرقم ده، وتضغط على الخانة دي I have read and agree the term of service، وتحط السكيورتي كود زي ما قلتلك، وتضغط على sign up. بعد كده هيقولك انك خلاص اتسجلت في الموقع واتسجلت في الخدمة دي بالذات. تروح على لوجين، في خلال ثواني كده هتوصلك رسالة على الموبايل بتاعك فيها يعني باسورد انت من خلاله هتقدر تدخل للسوشيال لاند ده، يعني هوريكم الطريقة بعد ما يوصلك الكود على التليفون بتاعك. هتضغط على send free sms،
تضغط على بقى يعني هتختار البلد بتاعتك. هنا انا هختار تونسيا زي ما قلت لكم. طيب هحط رقم الموبايل بتاعي هنا. لو عندكم اي ملاحظات او عندكم اي اسئله ممكن بعد ما تستفيدوا من الشرح ده تبعتوا لي رسائل على الرقم ده وانا هحلها لكم ان شاء الله. ويا ريت تسيبوا لي في الرسائل الايميل بتاعكم وتعليقاتكم على الصفحه وعلى الفيديوهات اللي بقدمها عشان ابقى احسن في المجهود بتاعي ان شاء الله واساعدكم كلكم ان شاء الله. بعد كده هحط الباسورد اللي وصلنا على الموبايل. نضغط على لوجين. كده تمام تم التسجيل. هنلاحظ انه في خانة اسمها send free sms to any mobile. طيب نروح وسيب كده مش هنضغط على العلامة دي. لو احنا عايزين نبعت رسالة في وقت معين يعني مش دلوقتي ممكن نضغط على الخانة دي، بس لو مش عايزينها دلوقتي مش لازم الخانة دي. بعد كده هنروح ونختار البلد اللي احنا هنبعت لها الرسالة. هختار انا سبيل تونسيا وهختار حط رقم موبايل هنا. رقم الموبايل ده هو تبعني بس مش شغال عليه انا دلوقتي، كنت شغال عليه قبل كده. وحط رسالة هنا يعني سيب المسلم. السلام عليكم ورحمة الله. كده تمام. هنضغط على send sms. نستنى زي ما انتم شايفين كده. كده تمام اتبعت الرسالة الحمد لله ووصلت. اللي هيفتح الرسالة هيلاقي مكتوب فيها from أشرف عبد الباري اللي هو أنا طبعا، بعت له كلمة السلام عليكم ورحمة الله. هي دي الموقع. هتقدر تبعت قد ما يعني رسائل على قد ما تحب لجميع دول العالم مجانا 100%. يعني طريقة سهلة وبسيطة زي ما شرحت لكم. أول ما يوصلك الكود بتاع اللوجن هتحطه هتدخل بيه برقم الموبايل اللي انت سجلته من الخانة دي ومن السوشيال لاند. ان شاء الله يكون الشرح بتاع النهاردة عجبكم. زي ما وعدتكم انا وفيت بوعدي وعملت لكم شرح عشان تستفيدوا. ما تنسوش لايك وشير لكل المواضيع اللي بننزلها لو المواضيع دي عجبتكم، ولو ما عجبكش الموضوع كمان ممكن تساهم بتعليق تقول لنا ايه في ايه اللي ما عجبكش في الموضوع. ولو عندك اي يعني لو عايز تفيدنا باي تعليق علشان نحسن في الاداء بتاعنا ما تبخلش علينا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.